tachycardia with hypovolemic shock أو how tachycardia occurs with hypovolemic shock due to hemorrhage by دكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلامنتدى.net وعلى اليوتيوب دكتور خالد A. أبو الفضل تشانل وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب. How tachycardia occurs in cases of hypovolemic shock due to hemorrhage. الأول أعرف الrule of high pressure baroreceptors, arterial baroreceptors, high pressure arterial baroreceptors. الهاي بريشر arterial baroreceptors زي ما احنا عارفين موجودين في الكاروتيد ساينس وفي الاورتيك ارش. stimulated by increase in the arterial blood pressure within the range من 60 ل 180 مليمتر مركري او increase the pulse pressure. يبقى الاستيمولاي increase in arterial blood pressure and or increase in pulse pressure. الريسبتورز زي ما قلنا موجودين في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس. هاي بريشر ارتيريال بارو ريسبتورز. الافرنت من خلال حاجه اسمها البافر نيرفز فايبرز. الافرنت هيطلع من الاورتيك ارش من خلال الفيجاس نيرف 10th كرينيال نيرف ومن الكاروتيد ساينس من خلال الجروسو فارينجيال او الماينس كرينيال نيرف. الاثنين مع بعض بيعملوا لي حاجه اسمها البافر نيرفز. يبقى البافر نيرفز بيتكونوا من الايه الافرنت فايبرز اللي جايه من خلال الفيجاس والجروسو فارينجيال. الفايبرز بتروح للمظله اوبلونجاتا للكارديو فاسكولار سنتر حاجه اسمها الكاردياك انهبيتوري سنتر. كاردياك انهبيتوري سنتر بيدي اوريجين للباراسمباثيك سبلاي من خلال الفيجاس اللي هيروح يعمل سبلاي للاس اي نود يقلل الهارت ريت وبيبقى مسؤول عن الفيجال تون على الهارت. وفي نفس الوقت الكاردياك انهبيتوري سنتر بيبعت انهبيشن للكاردياك اكسلراتوري سنتر وبالتالي بينهبت السمباثيك سبلاي للهارت. فبالتالي بتحصل حاجه اسمها زي ما قلنا الفيجال تون او الباراسمباثيك تون على الهارت. طب ده في الظروف العاديه اللي هي لو زاد البلاد بريشر او زاد البلس بريشر. وده بقول عليه البارو ريسبتور هاي بريشر بارو ريسبتور ريفلكس. طيب لو الحاله بتاعتنا زي اللي بنتكلم عنها دي حصل هايبوفوليميك شوك نتيجه الهيموريدج فحصل هايبوتنشن. اما يحصل هايبوتنشن يعني قل البلاد بريشر او قل البلس بريشر. حد يقول لي طب البلس بقى تقول بلس بريشر بلس بريشر بلس بريشر. ايه هو البلس بريشر الاول؟ البلس بريشر بيساوي السيستوليك بلاد بريشر ماينس الدايستوليك بلاد بريشر. يعني لو قلنا ان البلاد بريشر كان 120 على 80 يبقى البلس بريشر 120 ناقص 80 يعني يساوي 40 مليمتر مركري. يبقى زياده البلس بريشر او زياده البلاد بريشر بيعملوا ستيميليشن للارتيريال باروسيبتور. طب لو قل البلاد بريشر او قل البلس بريشر هيحصل ايه؟ هيحصل انهبيشن لهذه الايه؟ الارتيريال باروسيبتور. اما يبقوا انهبيتد هيحصل انهبيشن لمين؟ للكاردياك انهبيتوري سنتر. فهيحصل انهبيشن لمين؟ للباراسمباثيك سبلاي للهارت. وفي نفس الوقت الانهبيشن اللي على الكاردياك اكسلراتوري سنتر هتتشال. فبالتالي هيبقى في سمباثيك ديستشارج هتطلع من الكاردياك اكسلراتوري سنتر من خلال
الكارديوبالمونري ديفيجن من بتاع السمباثيك هيروح للهارت الاس اي نود يزود الهارت ريت، وبالتالي يحصل حاجه اسمها تاكيكارديا. يبقى اما اجي اتسال التاكيكارديا بتحصل مع الهايبوفوليميك شوك نتيجه الايموجي ليه؟ يبقى سيمبلي انا عايز اشرح الارتيريال باروسيبتور ريفلكس. هقول ان الارتيريال باروسيبتور ريفلكس اتكلم على ستيمولس، على ريسبتور، على افرنت، على سنتر، على افرنت، على افكتور اورجان، على ريسبونس. كل ده هيؤدي الى الفيجال تون، هيقل الهارت ريت. طيب في حالات الشوك بتاعتنا الهايبوفوليميا مش هيحصل استيميليشن لهذه الهاي بريشر باروسيتو، بالعكس هيحصل انهبيشن، فبالتالي الكاردياك انهبيتوري سنتر مش هيحصل له استيميليشن، فبالتالي الانهبيشن اللي على الكاردياك اكسلراتوري سنتر هتتشال، فبالتالي السمباثيك ديستشارج الهارت هيزيد، فبالتالي الاس اي نوت تبقى استيميليتد فيزيد الهارت ريت، وبالتالي يزيد ايه؟ يزيد الهارت ريت. وبكده ابقى عرفت وات از ذا ميكانيزم اوف تاكيكارديا ان كيس اوف هايبوفوليميك شوك.